بأي معروف بأي شيء، دائما أفضل الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى خلقه. دائما شكون أحسنكم مني، أقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحسنكم أخلاقا. يعني دائما العمل اللي راح تنفع به الأمة عنده الأجر كبير. علاه؟ لأنك راح تنفع أمة كاملة، والعمل اللي تنفع به نفسك بالأجر تاعه مضاعف، ولكن ما راحش يوقف مع ذاك الأجر. شوف، أنا وكافي اليتيم كهاتيني، ما قالهاش في المصلي، أنا وكافي اليتيم كهاتيني في الجنة. يعني هذاك اللي كان يصلي 60 سنة و70 سنة بالك ما يجيبش هذيك المنزلة، يدخل الجنة بصح باش يجيبها مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالك ما يقدرش. وهذاك راهك في الغير يتيم، برك ادخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. علاه؟ لأن الأعمال المتعدية فيها بركة، نقدروا تمتم نجيبوا مكانتنا. ليه نجيبوا مكانتنا عند الله تبارك وتعالى؟ فلهذا هذه الأمة العمر قصير، والوقت الذي نعمل فيه قليل جدا باش نقدروا نقدموا، وشرائع كثيرة. قالوا يا رسول الله، قالوا دلني على عمل فإن الشرائع قد كثرت علي. الآن الأعمال كثيرة، كاين الصلاة، الصيام، الذكر، الحج، العمرة، كي تبي تشوف هكذا تقول أنا واش راح نقدر ندير هنا، واش نقدر ندير؟ ما فرت لا نروح نقرأ قرآن، ولا نصلي لله زوج النوافل، ولا واش نروح ندير، واش نعمل؟ يعني تبقى أحيانا تتزاحم عليك الأعمال. فهذاك العمر الذي أعطاهنا الله تبارك وتعالى جعل لنا ما نعوض به قصر العمر مع طول اليوم الذي سنحاسب فيه. الآن نحن نخدمه 30-40 سنة، بصح رح نقف في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون، رح نقف في يوم طويل تاني. سموش رح نقدمه وش نمده، رح ينصب لنا ربنا سبحانه وتعالى ميزانا يزن السماوات والأرض، وش رح نمده احنا فيها. ولما ينظر الإنسان إلى سيئاته أحيانا يستحي بأعماله. والله أحيانا الواحد فينا يحب يطيح في كربة من كربات الدنيا، ويحب يذكر عملا صالحا داره باش يدعو الله به ما يلقاش. والله غتبقى تفتش هكذا تقول جل أعمالنا بالك ما يقبلهاش الله عز وجل، الشيء اللي نقدمه فيها صلاة هكذا نمشوا فيها وقلوب فارغة ونسأل الله يتقبل ويرحمنا وخلاص. ولذلك الآن الأعمال كي تجي تحسبها مع روحك هكذا المليحة قليلة. وزيد المشكل وين؟ عندنا كما يقولوا احنا الكيس متقوب، عندنا لسان يذهب عنا حسناتنا. ولذلك أنا قلت لهم كم من درس، قلت لهم من عجيب أمرنا اليوم، أنا مانيش نفشل فيك، أنا يقول لك ننتبه لأنفسنا فقط، وإلا أنا عندي يقين أن هذه الأمة كلها بكل ما فيها من فساد هي أفضل أمة أخرجت للناس، وهي أحسن أمة راح تقابل الله يوم القيامة، وهي الأمة المرحومة في الدنيا والآخرة. عندي يقين أن كاين رب رحيم، بصح لازم منا دائما قد أفلح من زكاها، نخرجوا هذوك العيوب نحطوهم هكذا فوق الطاولة باش ننقيوا روحتينا. فلذلك الآن أنا عندي يقين أن الآن نحن نعيش في مشكلة. وش هي المشكلة؟ شوف الآن السلف رحمهم الله من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي تسمع التابعين وأتباعهم، وهما الناس كي تقرأ على كل واحد منهم تقولوا كان اجتمعوا كامل ما نعبدوش كي نعبد واحد منهم. يعني قراءة القرآن، يقول كيفاش كان يقوم الليل، كيفاش شحال كان يطول في الركعة، كيفاش كانوا يصلوا الظهر، كيفاش كانوا يصلوا العصر. الناس أمة عجيب أمرها، كيف كانوا يتفاعلوا مع القرآن، كيفاش كانوا يتصدقوا. مع ذلك إنسان حاكمه، يعني حسنة ما تضيع ولا تروح لإنسان آخر. لأنه تاجر وش هو؟ الذي يجمع ويمنع، يعني يعرف يجمع وما يضيعش، ما يضيعش المال. اسمع لك، أن أنت تصور في النهار 500 مليون دخلها في النهار، والعشية تروح تسهر تخسر 500 مليون في سهرة، ماكش ما احنا رانا سفهاء بهالطريقة. ولذلك هم قديما السلف رحمهم الله كثرت أعمالهم وقلت خطاياهم، احنا اليوم كثرت خطايانا وقلت أعمالنا، والأعمال الصالحة هذه رانا نمدوا فيها باطل للناس بالغيبة والنميمة. ثم كنجوا يوم القيامة مفلسين، نسأل الله يعافينا ويسترنا. يعني هذه مصيبة. فلذلك الإنسان ينتبه، وإحنا عندنا ظاهرة انتشرت فينا وهي الاغترار بالأعمال. شو إحنا صلينا المغرب الحمد لله ما شاء الله رانا ملاح، سما الحمد لله صلاتنا في المسجد قبلها ربي،
وكيقبلها. راك شد لسان هذاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ قالوا: نريك واحد الحاجة باش تربط، تعرف تربط الشكارة ما يضيع لك والو، ربطة مليحة. قالوا: أمسك عليك هذا باش ما تضيع لك حتى حسنة، أما إذا كان تخدم وتجاهد وتعمل وتصوم وتدير وتقوم الليل وتقرأ قرآن وكذا، وانت برا تتكلم وتكلم وتكلم وتقول الحمد لله أنا يصلي وبعد الحسنات تمحي. لا لا، هنا في هذه الحالة راهم السيئات يدوا في الحسنات، يعني هنا عندك رفويت كبيرة راهي، ثم يوم القيامة تجي مفلس. وأنا أقول لك واحد الحاجة، وهذه ذكرتها في سلسلة أخلاق في رمضان المرة الماضية، أن من أعظم المصائب في حديث المفلس شيء لازم ننتبه له فيها. شذك حديث المفلس اللي نعرفه كامل؟ قالهم: من المفلس؟ قالوا له: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار لا هو ولا درهم. قالهم النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس يأتي يوم القيامة ومعه عبرك كثير الصلاة وكثير الصيام والقيام والصدقة. يعني في الوصف نتاع الحديث وصف لنا بلي هذا الإنسان المفلس اللي كان يغتاب الناس، شوف خمس خصال ذكرهم فيها: سب هذا، شتم هذا، ضرب هذا، وهتك ستر هذا، وأكل مال هذا، يعني شرير هذا، خمس حوايج كامل فيها. وتعرف وش كان؟ معدود من العباد هذا الإنسان. يعني كاين إنسان تلقاه يصلي ودير كلش، شوف قال كثير معاه كثرة صيام، كثرة قيام، كثرة صدقة، ومع الأخر شوف هذك الأعمال اللي خدمها كاملة جبال جبال. بالك احنا وكان عايش معنا الإنسان هذا يعيش معنا في الحياة، نعود نقولوا فلان رحت الحق وانت في العبادة تاعو هذا، أسبق وانت الجامعة دوك. وهذك الإنسان ماشي معتني نطلق في أي إنسان يصلي في جامعة، الطعن تعرف وين؟ في إنسان ما يقدرش يحافظ على الحسنة تاعو، في إنسان ما راهش قدر يسقم الأخلاق تاعو كما قدر يسقم العبادة، في إنسان راه عايش داخل المسجد لله وخارج المسجد لغير الله. هذه المصيبة، أننا عايشين زوج حياة، أنا عايشين حياة لله في الجامع والصلاة والصيام ونسقسي على الصغيرة والكبيرة، أي حصلت لي هنا لا راني فاطر ولا لا لا، ومن بعد برا ما يهمناش، سما نخرج على ثلاثة العشية نهار على الوحدة ما يهمش، هذيك سما ما يهموش، أو صايمة ولا جلسة مراه اللي يشوف فيها ولا يتمعن فيها عادي. بس عم بعد يقول كاني بلعت شوية الغبرة هناك، ده هنا بلعتها فاطر ولا مش فاطر؟ سما هنا شوف شفت كيفاش انا ندقوا، علاش ندقوا في هذه ما ندقوش في هذيك؟ نقول لك علاه، لاننا احنا حشرنا عبوديه الله غير في الجامع برك، ولينا زعما يصلي العمره راح العمره وجا او دار عمره دار حج كمل طواف كمل هذه دار هذه ذبح العيد خلاص مسلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: المسلم حب يخرجنا من الجامع، النبي عليه الصلاه والسلام حب يخرجنا من الجامع، حب يكسر الاسلام برا تاع الجامع. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذاك تما ثبت روحه. فلذلك احنا شوف الان، شفت احنا الخطوره تاعنا وراي، كاين حسنات راهي تضيع، كاين اعمار ضاعت، اوقات شوف كم من الناس هما عباره عن ناس زايدين في الحياه، ضيعوا لك بزاف اوقات، وكم من الناس تجلس معاهم يهبطوا لك الايمان، وكم من عباده رانا نأديو فيها وهي فارغه لداخل، كي القصبه الفارغه نعطوها لربي، ندخلوا نصلوا اربع ركعات خمس ركعات 20 ركعه فارغة تطلع عند الله، والو لا قلب بكى ولا خشع ولا دعاء ولا تأثر بقراءة ولا بشيء، هكذا رانا نأديو إلا من رحم الله. نسأل الله يصلح حالنا.